البيضائي. وفيما يلي لائحة 26 لاعبا المدعوين للمشاركة في مباراتي السد أمام الكونغو الديمقراطية: الحراس ياسين بونو، منير الكجوي، المحمدي، رضا التكنوتي. الدفاع: أشرف حكيمي، سفيان على كوش، آدم ماسينا، يحيى عطية الله، جواد اليميقي، سفيان شاكلانيف، أكرد غانم، سيس سامي ماي. وسط الميداني: سفيان المرابطي، فيصل فجر، يحيى جبران، سليم أملاح، عمران لوزا، إلياس شاعر، عز الدين أونهي. الهجوم: منير الحدادي، سفيان بوفال، ريان ماي.